طالع، هل تأيد تنعاد هذه المسلسلات القديمة اللي اشتهرتوا فيها مثلا درب الزلق، يعيدونها بس بممثلين يدد شباب يقدمونها، ولا مو مع الإعادة؟ أنا مو مع الإعادة، دائما الجزء الثاني حلو أو التغليد ما يضبط، ممكن يسوون شيء جديد وتحط شخصية مرعوب مثلا بهالشيء الجديد، عرفت شلون؟ أنا كان عندي مسلسل اسمه نفس الإذاعي بدالة مرعوب، على أساس بسويه تلفزيوني إن مرعوب وين نهايته؟ يطلع من مستشفى الميانين لما يقاني بالصالح ويسأل يقول في واحد مجنون بالفليج وين راح، يقول أبو عدنان ودوه الملجة زين، فربط من كلمة ودوه الملجة إنه طلع من الملجة، طبعا ماني بخرب القصة، هي إذاعية موجودة بس تلفزيونين غير. فكتبته 30 حلقة وينهم؟ ماكو. الحين لو انعاد المسلسل ومنو الفنان الشاب اللي تشوفه يصلح ياخذ دور مرعوب؟ وهايدين منو مثلا؟ سم لي اسم تحس ان هذا يركب عليه مرعوب. حسن البلام يركب عليه مرعوب؟ مرعوب يركب، نعم يركب عليه. حسن انا احس فيه شخصية لعشر شخصيات او 20 شخصية، نعم يلعب اكثر من كاركتر بس. اي حسن، نعم حسن، انا اعتبره انا الحين من الشباب الناجحين يعني. علي جمعه داوود حسين، نعم. ها داوود حسين، داوود هم نفس الشيء، بس انا عندي انا البلام كشخصيه يقدر يجيد الشغله هذه. يستاهل ابو علي طبعا، نمسيه بالخير.